يبقى احنا بنتكلم في خلال شهرين على 35 مليار دولار هيدخلوا الدولة المصرية النهاردة علشان نستخدمهم إن شاء الله في حل أزمة السيولة النقدية اللي موجودة. بالإضافة إلى ذلك سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، ودي الحقيقة كان جزء فني يعني وضحناه بمنتهى الوضوح داخل الاتفاق طبقا لشروط محددة وليه التزامات وطبيعة معينة، ولكن الدولة المصرية ليها 35% من أرباح المشروع طوال مدة تنفيذه. ده بالنسبة للشق اللي احنا بنقول عليه الشق المالي المباشر، لكن هناك شق مهم جدا آخر، ان بخلاف هذه الأموال الجانب الإماراتي اللي متوقعه انه هيستثمر علشان ينمي هذه المدينة طوال مدة المشروع ما لا يقل عن 150 مليار دولار سيتم ضخهم طوال مدة تنفيذ المشروع. وبالتالي أنا عايز بس نوضح لحضراتكم يعني معنى هذا الكلام إيه. معناها أن إحنا كدولة بنستفيد في الشق العاجل فوراً ب 35 مليار دولار أمريكي بيدخل الدولة المصرية، وأعتقد هذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة تدخل في أي وقت وفي أي سنة وفي أي تاريخ للدولة المصرية. وأنا بقولها وبأكدها، من النادر أن لاقي صفقة بهذا الحجم بتدخل، وده تاني مرة أخرى يعني كل الفضل يعود للقيادة السياسية للدولتين في هذا الموضوع. بالإضافة إلى كده إحنا بنضمن استثمارات أجنبية حتظل طوال مدة المشروع بتدخل،